بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهارده ان شاء الله اول ليكتشر في شابتر 4. شابتر 4 شابتر بسيط، شابتر جميل ممتع. ليكتشر 18 من اول ليكتشر شابتر 4 بعنوان ماكسيمم اند مينيمم فاليوز. ماكسيمم اند مينيمم فاليوز، وهي القيم العظمى والصغرى. طيب يعني ايه بقى القيم العظمى والصغرى؟ هنا ماكسيمم اند مينيمم فاليوز هو 4.1. تعالوا بس كده نراجع على حاجه زمان علشان هتنفعنا دلوقتي. فاكرين لو انا عندي خط زي ده كده، خط لاين زي ده كده، وعايز اجيب له الميل، السلوب بتاعه كان فرق الوايات على فرق الاكسات، واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. النقطه دي ليها اكس 2 واي 2، النقطه دي ليها اكس 1 وواي 1، ففرق الوايات واي 2 ماينس واي 1 واكس 2 ماينس اكس 1، وبالتالي من هنا اقدر اطلع الميل. طيب لو انا بقى عندي خط هوريزونتال كده، خط افقي، هاجي اطلع الميل، يلا نفس القانون، مفيش ابتكار، واي 2 ناقص واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. ولكن لو جيت تلاحظ هنا الخط ده افقي، ليه اكس 1 هنا وليه اكس 2 هنا، ولكن الواي للنقطة دي هنا والواي للنقطة دي نفس النقطة، يعني معنى كده ان واي 2 ناقص واي 1 ايكوال 0، وزيرو على اي نمبر ايا كان اكس 2 ناقص اكس 1 بكام ايكوال 0. معنى كده ان اي خط افقي، اي خط افقي الميل بتاعه بصفر، اي خط افقي الميل ليه ايكوال 0. طيب ده ينفعنا في ايه؟ ينفعنا في اللي جاي. ايه اللي مرسوم ده؟ اللي مرسوم ده كيرف الفانكشن، علاقه ولكنها ولتكن بالشكل ده، جبنا شويه قيم ورسمناها طلعت بالشكل ده. طيب ايه اللي انت عايز نعرفه؟ العنوان بتاع الشابتر اللي هو ماكسيمم اند مينيمم فاليوز او بتاع الليكتشر دي. طيب النقطة العظمى والنقطة الصغرى، نقطة عظمى ماكسيمم ونقطة صغرى مينيمم. طب يعني ايه؟ يعني النقطة دي عظمى ولا صغرى؟ من الآخر فوق ولا تحت؟ دي فوق، يبقى دي ماكسيمم، دي تحت مينيمم، دي فوق ماكسيمم، مينيمم ماكسيمم، مينيمم ماكسيمم، وهكذا. يعني كل اللي انا عايز اعرفه ان النقطة دي لفوق ولا لتحت، اللي لفوق تبقى ماكسيمم واللي لتحت تبقى مينيمم، تمام كده؟ طيب انا دلوقتي بصوا هعمل ايه. النقطة A و F of A، يعني ايه F of A؟ يعني انا هعوض في الفانكشن اللي عندي بالA عشان اجيب الاحداثي بتاعها. يعني دي النقطة دي A وهنا F of A اللي هي احداثي Y بتاعها كام، يعني عشان اعرف نقطة. ما اي نقطة في الدنيا بتتحدد بقيمتين، قيمة في X وقيمة في Y. القيمة في X اللي هي الA، القيمة اللي في Y ان انا اجيب القيمة بتاعتها في الفانكشن زي ما خدنا في شابتر 1. طيب ايه دي، ماكسيمم ولا مينيمم؟ فوق تبقى ماكسيمم. طيب البي تحت مينيمم، السي ماكسيمم، الدي مينيمم، الاي فوق تبقى ماكسيمم، الاف تحت تبقى مينيمم، والجي فوق تبقى ماكسيمم. شايفين انا بعمل ايه؟ انا بشوفها بس هي فوق ولا تحت. لو هي اللي فوق يعني هنا كده هنا كده هنا كده، كل دول يعني النقطة A والنقطة C والنقطة E والنقطة G كلهم عاملين كده، يبقى ماكسيمم. النقطة بقى اللي كيرفها لتحت كده تبقى مينيمم. طيب أنا عايز أفرق بينهم، يعني إيه تفرق بينهم؟ يعني أعلى واحدة فيهم دي اللي هي E، صح؟ الـ E دي نقدر نسميها أبسوليوت ماكسيمم. ابسولوت ماكسيمم يعني اعلى قيمه فيهم، ابسولوت ماكسيمم. طب باقي الماكسيمم؟ قال لك لا خلاص بقى، باقي الماكسيمم اسمهم لوكال، حاجه محلي. لوكال دي يعني محلي، يعني والله انت ماكسيمم ولكنك مش اعلى واحده، يبقى خلاص الباقيين كلهم لوكال، وعندي واحده بس الابسولوت اللي هي اي والاف اوف اي. طب تمام كده. طيب المينيمم نفس الموضوع، اقل واحده هي الدي، يبقى عندي دي هقول له دي الابسولوت مينيمم لانها اقل واحده، والباقيين برضو انتوا مينيمم ولكنكم لوكال. لوكال على فكره الكيرف ما بيجيليش عشان اطلع منه، ولكن انا عاوز نفهم يعني ايه ونتخيل يعني ايه لوكال ماكسيمم ويعني ايه لوكال مينيمم، واتخيل شكل الكيرف عامل ازاي عشان هنحتاجه في الليكتشر دي وفي الليكتشر اللي جايه بالاخص.
طيب المقدمة بقى اللي أنا قلتها دي، لما يبقى عندي خط أفقي قلنا الميل بتاعه بكام، السلوب بتاعه ايكوال كام، قلت له ايكوال زيرو، طيب ما اعترضناش. طب هقول لك حاجة، تعرف إن لو خدت تانجنت عند النقطة دي هيبقى أفقي، وعند النقطة دي أفقي، وعند النقطة دي التانجنت أفقي، وهنا أفقي، وهنا أفقي، وهنا أفقي، وهنا أفقي، صح ولا غلط؟ أنا باخد تانجنت بس. طيب لو جيت أجيب الميل لأي خط من دول، لأي تانجنت من دول، فاكرين سلوب اوف ذا تانجنت؟ طب كنت بقول ايه؟ فرق الوايات على فرق الاكسات، ولكننا اتفقنا من هنا كده ان الخط الافقي الميل بتاعه بزيرو. طيب يبقى عند كل النقاط دي، عند كل النقاط دي اللي انا جايبها دي كلها، الميل عندها بصفر، علشان كده طلع ليها اسم الكريتيكال بوينتس. كريتيكال بوينتس يعني النقاط الحرجة، وليه حرجة؟ لأن السلوب عندها ايكوال زيرو. حتى في نوت مكتوبة اهي ان ال A وال B وال C وال D وال E وال F وال G are critical points، هي نقاط حرجة. يعني ايه نقاط حرجة؟ لأن ال M اللي هي ال Y prime، مش احنا قلنا الميل هو ال Y prime، عندها بتساوي صفر. يعني لو انا قلت لك ان انا عندي نقطة حرجة، على طول تقول لي ان الميل عندي بصفر. طب ولو عكست، لو قلت لك ان الميل بصفر اللي هي المشتقه الاولى بصفر، تقول لي ان عندها نقطه حرجه، تمام؟ لان انا هنحتاج الكلام ده، بمعنى انه ممكن يجي في المساله مثلا، هو ده اللي بيحصل، يقول لي هات لي النقاط الحرجه، هروح انا جايب الميل وازويه بالصفر. مش احنا قلنا الميل عند النقاط الحرجه بصفر؟ خلاص. طيب نبدا نشوف الكلام ده. الاول كاتبين الستبس بتاع حل المساله، ستبس تو فايند كريتيكال بوينتس، الخطوات ايجاد الكريتيكال بوينتس، اند ويتش اوف ذم از ابسولوت ماكسيمم اند ابسولوت مينيمم، واي منهم اقصى قيمه واي منهم اقل قيمه. طيب اول حاجه هجيب الميل اللي هو اف برايم اكس، هساوي اف برايم اكس ايكوال زيرو، اند جيت كريتيكال بوينتس. انا عايز اقول لكم حاجه، انا كنت ممكن من بدايه او من بدايه الشابتر خالص كنت قلت لكم تعالى نعمل الثلاث خطوات دول وكنا حلينا، كنا ممكن كنا هنعرف نحل، ولكن لو نسينا حاجه او اتلخبطنا في حل حاجه مش هنبقى فاهمين الكونسبت فين. احنا عايزين نفهم ليه بنعمل كده اصلا. فدلوقتي احنا فهمنا ليه بنعمل كده، لان الاف برايم اكس اللي هي الميل عند النقط دي ايكوال زيرو، يعني انا هجيب المشتقه الاولى سويها بصفر، اطلع الكريتيكال بوينتس دي. في المسألة بقى بيديني انترفال، يعني بيقول لي حل جوه الفترة دي، فبالتالي القيم اللي انا جبتها كريتيكال دي هتشكها. بقول if the problem has an interval، لو المسألة فيها فترة، check the CP، check the critical point، CP اختصار لكريتيكال بوينت، belongs to الانترفال دي or not، check ان الكريتيكال بوينت طالعة جوه الفترة ولا لا. if included لو هي موجودة اوكي، if excluded لو هي غير مشتملة أو غير موجودة reject it. موضوع بسيط، مشتقة أولى سويها بصفر، بتطلع critical points، تشكها جوه الفترة ولا لأ، لو جوه تمام مش جوه ارفضها. بعد كده هات ال F لكل النقاط الحرجة اللي هي F عند أول نقطة، F X 1، F X 2، F X 3 وهكذا، and the start and the end of the interval. إيه ده؟ يعني إيه؟ ليه هجيب ال F عند نقطة البداية ونقطة النهاية؟ لأن تعال نبص كده، مش ممكن كانت تبقى أقصى قيمة سي، يعني إن دي نازلة لتحت هنا كده مثلا، نقطة الستارت دي نازلة لتحت هنا كده، فكان هيبقى عندها اللوكا الأبسولوت ماكسيموم، صح ولا غلط؟ أه الأبسولوت مينيموم أقصد. يعني لازم أتشيك نقطة البداية، نقطة بداية الفترة ونقطة نهاية الفترة، علشان أشوف لأن ممكن عندها يطلع الكريتيكال أو الأبسولوت ماكسيموم بتاعي. بمعنى انا ممكن يطلع عندي الشكل كده اهو، دي نقطه الستارت اهي، وعندي القيم طالعه كده كده كده، فين الابسولوت ماكسيمم؟ اهي الابسولوت مينيمم اهي. طب سي انها كانت عامله كده، فين الابسولوت ماكسيمم؟ اهي اللي هي نقطه الاند النهايه، فين الابسولوت مينيمم؟ اهي اللي هي نقطه الستارت. يعني انا لازم اتشيك الكريتيكال بوينتس اللي انا لسه مطلعها، وكمان نقطه بدايه الفتره ونهايه الفتره. ذا لارجست اعلى واحده هي الابسولوت ماكسيمم، واقل واحده ذا لوست هي الابسولوت مينيمم. انا حاسس ان الموضوع بسيط، نقوله تاني بسرعه. steps to find critical points and which of them is absolute maximum and minimum. قلنا اول حاجه نجيب المشتقه الاولى نسويها بالصفر، بعدين نطلع الكريتيكال بوينتس ونشوف ازاي.
لو المسألة فيها فترة نتشيك الكريتيكال بوينتس دي موجودة ورا الفترة ولا لا. طب لو مش مفيش فترة خلاص اوكي، يبقى لازم تشيك انها في الدومين وخلاص، موجودة في المجال بتاع الفانكشن وخلاص. بعد كده لو موجودة اوكي، لو مش موجودة هرفضها. هجيب الاف لكل النقط، وقلنا كمان للستارت والاند، اعلى واحدة ابسولوت ماكسيموم واقل واحدة ابسولوت مينيموم. وهنا بيقول لي find the absolute maximum and minimum value for، يعني هو عايزنا نجيب الابسولوت ماكسيموم والابسولوت مينيموم للقيم اللي جايه او للفانكشنز اللي جايه. اه تمام، هنا مديني فتره اهو. اول حاجه، اول خطوه، كنا بجيب ها اف برايم اكس بسويها بصفر. يلا نجيب اف برايم اكس دي كوس، ها انزل الاس بتاع الكوس، انزل الكوس زي ما هو واطرح من الاس واحد واضرب في مشتقة مداخل الكوس اللي هي 2x. ايه ده؟ يعني لسه اقدر اقول ان دي 6x. هنا x سكويرد ناقص 1 سكويرد، صح كده؟ بعدين بعد ما جبت f برايم x قلنا بنساويها بصفر، ف6x تايمز x سكويرد ماينس 1 اول سكويرد ايكوال 0. طب ما هو انا لسه عايز ابسط عشان اعرف اطلع القيم. طب 6x انا هخلي دي اكس سكويرد ناقص 1 تايمز اكس سكويرد ناقص 1، هيحصل حاجه؟ دي كوس تربيع، هما يعني اتنين نفس الكوس مضروبين في بعض. طيب اكس اكس برضو هحلل الكوس التربيع ده لاكس ناقص 1 واكس زائد 1، لان فرق بين مربعين. ها نرجع بقى للبيزك ماس، اكس ناقص 1 اكس زائد 1 ايكوال 0، كذا قيمه مضروبين في بعض يدوني صفر، يبقى اي واحده منهم ممكن تبقى صفر. يبقى اما 6x equal 0 او ان الاكس ناقص 1 equal 0 او ان الاكس زائد 1 equal 0. يعني خدت يا اما دي بصفر يا اما دي بصفر يا اما دي بصفر يا اما دي اللي هي اكس ناقص 1 بصفر. الله، طب ما انا خدت زيها مره زيها بالظبط، فخلاص مش هاخدها تاني. يا اما اكس زائد 1 بتساوي صفر، برضو خدتها مره مش هاخدها تاني. يبقى انا دول الثلاث قيم المتاحين عندي، هنا هقول له اكس بتساوي 0 وهنا اقول له اكس بتساوي 1، وادي راح بعكس الاشاره، هنا اكس بتساوي ناقص 1. تاني ستيب كنت بقول له تشيك، ها الصفر موجود في الانترفال دي تمام، والواحد تمام، وسالب 1 تمام برضو، يبقى هقول له ان الصفر والواحد والسالب 1 كلهم موجودين داخل الفتره دي، يعني belongs to الانترفال من minus 1 و 2 then اوكي. خلاص انا مش هرفض ولا قيمه منهم لان الثلاث قيم دول موجودين. خلاص تمام، هجيب اف للصفر واف لماينس 1 واف ل 1 اللي هي الداله بتاعت قيمه الداله عند كل نقطه من نقط الحرجه، بس كده اشوف اقصى واحده مين ماكسيموم ومين مينيمم. انا كده خلاص ولا ناسي حاجه؟ لا ناسي، انت قلت لي ان انا لازم اجيب الاف عند all critical points تمام and the start and the end of interval، وبداية ونهاية الفترة. يبقى أنا أجيب عند بداية الفترة f minus 1، أو لا ده أنا جايبها مرة، يعني صادف إن start بتاع الفترة موجود برضو مع النقاط الحرجة. طب يبقى لازم تجيب ال f of 2. خلاص هجيب القيم دي، طب هعوض في مين؟ أنا كاتب هنا إيه؟ f، يبقى هعوض في ال f، يعني هجيب قيمة الدالة عند كل واحدة. طب يلا نفتح قوس، ماينس 1 سكوير ماينس 1 اول تو ذا باور 3 ايكوال، ها دي ايكوال نيجاتيف، فين احنا؟ اف اوف ماينس 1 ماينس 1 سكوير ناقص 1 اول تو ذا باور 3. ما تنساش تحط ان نيجاتيف 1 دي في كوس براكت علشان لما تتربع اصلا هي كده كده هتبقى بموجب 1، موجب 1 ناقص 1 ايكوال 0، وبالتالي القيمه كلها هتطلع 0. يبقى انا معايا اف اوف نيجاتيف 1 ايكوال 0، اف اوف 0 هشيل بس من هنا نيجاتيف 1 احط مكانها 0، يعني بعوض عن كل اكس هنا بصفر، خلاص هتطلع ماينس 1 اف اوف 1، اشيل الصفر ده واحط واحد. شايفين انا بعمل ايه؟ بسهولة، بدل ما ارجع اكتبها من جديد بعملها بسهولة جدا. وبعدين f of 2
equal 27. أعلى قيمة هي، يعني أقول له الأبسولوت ماكسيمم هي أعلى قيمة. فين أعلى قيمة؟ 27. يبقى هقول له أعلى قيمة عند الاتنين وسبعة وعشرين، عند النقطة 22، صح ولا غلط؟ وهقول له absolute minimum، أقل قيمة إيه؟ ها أقل قيمة طلعت عند مين؟ عند الزيرو، هي زيرو و minus one. وبالتالي كده أكون حليت المسألة بسهولة، عملت 3 خطوات. أول خطوة المشتقة الأولى سويتها بصفر، اتشكيت البوينتس اللي عندي، بعدين جبت الإف. موضوع سهل جدا. برضو إكزامبل تاني، برضو إن شاء الله هيبقى إكزامبل بسيط ومفهوش أي حاجة. هنا بيقول لي فاين ده برضو الماكسيمم أند مينيمم فاليوز، ومديلي إف أوف إكس إيكوال إكس تايمز روت 4 ماينس إكس سكوير أون من نيجاتيف 1 و 2، يعني في الفترة من سالب 1 و 2. برضو أول خطوة أنت بجيب إف برايم إكس، إف برايم إكس كانت بتساوي دي، حاصل ضرب دالتين تمام كده، مشتقة الأولى ها واحد في التانية 4 ماينس إكس سكويرد، زائد ثبت الأولى إكس، مشتقة التانية هي مشتقة ما بداخل الجذر ناقص 2 إكس على 2 الجذر 2 4 ماينس إكس سكويرد، وأبدأ أختصر الاتنين مع الاتنين، فصارت في النهاية روت 4 ماينس إكس سكويرد دي ناقص، وفي زائد تبقى ناقص x times x يعني x squared over root 4 minus x squared. بعد ما جبت المشتقة الأولى سويها بصفر، نودي ده بعكس الإشارة، يبقى 4 minus x squared equal x squared over 4 minus x squared. ها أضرب ضرب تصالبي، x squared في واحد ب x squared equal 4 minus x squared، هنا روت وروت في روت لنفس الحاجة، يبقى الروت هيروح، صارت 4 minus x squared، أودي ال x squared الناحية التانية، صارت 2x squared equal 4، يبقى x squared equal 2، ومنها ال x equal plus or minus root 2. موضوع بسيط خالص، جبت المشتقة الأولى سويتها بصفر، دي كانت بالناقص، وديتها الناحية التانية بعكس الإشارة، ضربت ضرب تصالبي عشان أطلع قيمة x، وديت اللي فيهم x في طرف لوحدهم والأرقام في الناحية التانية، هنا قسمت على الاتنين عشان أتخلص من الاتنين دي، طلع لي إن x squared equal 2، يبقى ال x بس equal plus or minus root 2. تاني خطوة كنا بنعمل تشيك، تشيك ها plus or minus جذر 2. طيب جذر 2 موجود هنا ولا لأ؟ هتقولي طب جذر 2 ده أصلا بكام؟ أنا مش عارف يعني، هات لي قيمة. هقول لك جذر 2 إيكوال ها بالكالكوليتر 1.414. طيب 1.4 موجود هنا ولا لأ؟ أه 1.4 بينتمي للفترة من سالب 1 و2، يبقى خلاص ده أوكي. طب سالب جذر 2 اللي هو سالب نفس الرقم بينتمي ولا لا لهنا؟ سالب 1.4 بينتمي للفترة دي ولا لا ينتمي؟ لا ينتمي. ليه؟ لأن سالب 1.4 أصغر من سالب 1، هو أصلا مش موجود معايا، يبقى من سالب 1 و2 يبقى دي ريجكتد، أنا رفضت القيمة سالب 1.4 لأنها مش موجودة عندي في الفترة، وبالتالي بقى عندي هي قيمة واحدة بس كريتيكال بوينت اللي هي جذر 2. يلا نجيب الاف عند جذر 2 بس كده؟ لا مش بس، لازم اجيب الاف عند ماينس 1 اللي هي بداية الفترة، والاف عند 2 اللي هي نهاية الفترة، اعوض في الفانكشن الأصلية، هقول له روت 2، شيل كل اكس واحط روت 2، تايمز روت 4 ماينس روت 2 سكوير، تمام كده؟ اهو شلت الاكس وحطيت جذر 2، جذر 4 ماينس شلت الاكس وحطيت جذر 2، هقول له يساوي اف الجذر 2 طلعت ب 2. نجيب اف ليه سالب 1، اشيل بس كل اكس واحط مكانها
minus 1 minus 1 equal minus root 3 عند 2 هتطلع ب 0 يبقى الابسولوت ماكسيموم فين اعلى واحده؟ ات ها الجذر 2 و2 عند جذر 2 و2 والابسولوت مينيموم ات ها عند سالب 1 وسالب روت 3. وبكده اكون حليت المساله والموضوع سهل جدا ما فيهوش اي تعقيد، مستفقه اولى تشيك النقط وفي النهايه حل جيب قيمه الدال عند كل واحده، اعلى واحده هي الابسولوت ماكسيمم، اقل واحده هي الابسولوت مينيمم، كده تكون خلصت. طيب هنا اكزامبل كمان بيقول لي اف اوف اكس ايكوال اكس ماينس لان اكس، وبرده مديني انترفل برضه نفس الخطوات اف برايم، حفظنا بقى اف برايم اكس مشتقة الاكس بواحد مشتقة اللين اكس بواحد على اكس، يلا نسوي ده بزيرو 1 ماينس 1 اوفر اكس ايكوال زيرو، من هنا نودي دي بعكس اشارة 1 ايكوال 1 اوفر اكس ضرب تصالبي ومنها اكس ايكوال 1، او من البداية ايه الرقم اللي اتحط تحت هنا يخلي المقدار صفر اللي هو واحد، عشان واحد على واحد يديني واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر، ولكن لو حد مش عارف يضرب ضرب تصالبي الاكس هنا في واحد وواحد في واحد بواحد، يبقى اكس صارت بواحد وهو الكريتيكال بوينت. يلا نتشيك ها ان الواحد ينتمي ولا لا ينتمي من نص لاتنين، لا بينتمي للفتره من نص واتنين. تالت حاجه اجيب الاف للواحد، اجيب الاف لبدايه الفتره النص، واجيب الاف لنهايه الفتره الاتنين. يلا نعوض تعويض، هيبقى اكس اللي هو واحد ناقص لين واحد في القوس ايكوال طلع واحد، لان لين واحد ايكوال زيرو، يبقى الناتج هنا واحد، وهنا اف في اتنين ايكوال 1.306، ده دي اف في اف في 2 مش نص، طب تمام مفيش مشكلة هي دي و ماشي 1.306. طيب ال اف اوف هاف 0.5 يعني هيطلع 1.193، 1.193 يبقى الابسولوت ماكسيمم ايه فين اعلى واحده؟ 1.3 ولا واحد ولا 1.1؟ لا هي 1.3، يبقى ات 2 و 1.306 والابسولوت مينيمم ات ها اقل واحده مين؟ هي عند واحد و واحد. وبكده نكون خلصنا المسألة دي وخلصنا الجزء ده، ازاي اجيب الكريتيكال بوينتس، ازاي اجيب الابسولوت ماكسيمم والابسولوت مينيمم. الموضوع سهل ما فيهوش مشكله، اول حاجه نجيب المشتقه وبعد كده اسويها بالصفر اطلع الكريتيكال بوينتس، بعد كده اجيب قيمه الداله عند الكريتيكال بوينتس وعند بدايه ونهايه الفتره، اكبر واحده ابسولوت ماكسيمم واقل واحده ابسولوت مينيمم. كده نكون خلصنا، والقاكم في الليكتشر القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.